من أوائل عام 1423 للهجرة، سارت مجموعة تناوية في أعماق التحدي لتصنع المبدعين وتهيئ الموهوبين، فبنت أساسا فريدا من شباب الوطن، واستنهضت هممهم، ثم انطلقت بثبات ويقين لتعبر عالم الإبداع والتميز. مجموعة التنوية الترفيهية تتكون من عدد كبير من الفرق: الفريق المسرح الترفيهي، فريق سباركل، فريق عمالقة التنوية المرحة، فريق بطولتي، وفريق بلاك جوست لألعاب القوة، فريق الإعلامي، فريق النشر الإلكتروني. كل هؤلاء بين أيديكم. حقيقة أتشرف أن أكون يعني أحد أعضاء هذا الفريق، فريق أكثر من رائع، فريق يضم العديد من الفرق. الفريق الترفيهي يحظى بمجموعة جميلة جدا، مجموعة مختلفة عن سائر المجموعات التي تقدم عمل ترفيهي. الفريق يحمل الكثير من الفقرات الحصرية، الفقرات الجديدة على مستوى المملكة العربية السعودية. لديها الشيء الكثير من الجديد والمفيد، يعني في كل مهرجان تكسب انذهال وإعجاب الجميع لأنه يرى شيء جديد. مجموعة تناوية الترفيهية. فريق عمالقة تناويع المرحة. عمالقة تناويع المرحة هو أول فريق في المملكة العربية السعودية حصري لمجموعة التنويع الترفيهية. شارك في أكثر من مناسبة على مستوى المملكة العربية السعودية. أشوف أن الفريق ما شاء الله تبارك الله فريق متميز، أتمنى لهم التوفيق. فريق بلاك جوست لألعاب القوة والإثارة. فريق بلاك جوست فريق في كل عرض يقدم فكرة أو لعبة جديدة، وأيضا في نفس الوقت يضم أصغر لاعب في المملكة العربية السعودية، العمر عمره 3 سنوات. في كل عرض يقدم شاب مميز، شاب مبدع لديه من المهارات الجديدة والممتعة للمشاهد. Thank you.
فريق سباركل للدراجات النارية. مهتم في العلم و... بالضبط. احنا طبعا وش كل هالعمل اذا صار ما عندنا مسوق ومنسق للعمل زي الاخوي بس قال مثلا زين احنا قاعد يا له يا لالي يلا ترحبي وهجتني لكل اللي لفوتني. عدد الاعضاء في عام 1427 13 عضوا، في عام 1428 21 عضوا، في عام 1429 45 عضوا، في عام 1430 70 عضوا، في عام 1431 91 عضوا، والمتوقع في عام 1432 106 أعضاء. متوسط أعمار شباب تناويع 20 سنة. زيارات الموقع في عام 1429 1038 زائر، في عام 1430 1966 زائر، في عام 1431 10648 زائر، والمتوقع في عام 1432 13851 زائر. عدد مشاهدات اليوتيوب 217076 مشاهد. فهنا تناويع التي ابتهجت بكم، تناويع من المنافسة إلى الرياضة. فبنا سيحن الوقت تمتلئ الدنا، فرحا تمد له القلوب يداها. فهنا تناويع التي ابتهجت بكم، كغمائم بالخير جبن سماها. فبنا سيحن الوقت تمتلئ الدنا، فرحا تمد له القلوب يداها.